عسليمة، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله مش نعملوا مع بعضنا مرقه سبناخ باللحمه البقري. هنا يضم القطاع نتاع البقري اللي خذيته مش نطيبوه. المرحله الاولى خذيت لهنا طنجره نتاعنا مش نصمت شويه ونرجع لكم. يضم قطاع اللحم نتاعنا بعد ما صمتناه، اذا كان علوش راني ما نصمتوش. لهنا خذيت 150 مللتر زيت زيتونة، خذيت الكمية هذه من البصل حوالي ما يعادل 3 روس كبار بصل. بسم الله مش نقطع، مش نضيفه مع البصل. الكمية هذه أنا خذيت من الجلبانة والحمص المنفخ. بسم الله خذيت هكا 7 سنينات ثوم باش نقطعها. كما تشوفوا كل شيء على بعضه، باش نشعلوا الضوء على الموقد نتاعنا، باش نضيفوا شوية ماء، نقليه شوية. وقت يذب البصل وحنا نرجعوا ديت توكا حوالي 15 دقيقة. باش نضيف تو طماطم المعجونة، ضيفة مشطة، نضيفو شوية ماء. نمشي نفوق باش نضيفو ملعقة أكل فلفل أحمر، نصف ملعقة كركم، حوالي هكا ثلث ملعقة فلفل أسود، وملح باش نضيف حسب الرغبة. انتوما ضيفو الكمية اللي تحبو في الملح. نخلطو، نمرقو، باش نضيفو السبناخ نتاعنا. هنا خديت حزمتين نتاع السبناخ، قطعتهم ونظفتهم. الملح والملح بحذر خاطر السبناخ ديجا ملح فيه الملح. باش نغطي طاول الطنجره نتاعنا ونخليه يطيب بريحته. عديت تويكا ساعه على المرقة نتاعنا، باش نضيف الجرينات فلفل، نحطهم يغليو دريجين ربع ساعة ونطفي عليها. هذه مرقة السبناخ نتاعنا باللحم البقري صارت جاهزة، فيحة وريحة. إن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. نفكركم باش تشجعوني وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. شاية طيبة، إلى اللقاء.